الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وحلقة درس هذا المساء المبارك بعون الله تعالى عنوانها الودائع. والودائع في اللغة جمع وديعة، وهي مأخوذة من الفعل ودع بمعنى ترك. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركها. وهي عند الفقهاء تعرف كما عرفها البهوتي من الحنابلة بأنها ما يحفظ عند الغير من غير عوض، ويترك عنده من غير عوض ليحفظه. هذا مدخل للحديث عن الودائع. سنتحدث عنها تاريخيا، أدبيا، فقهيا بعون الله تعالى. تاريخيا، يستذكر الناس إلى يومنا هذا خبر السموأل ابن عادية، ويضرب به المثل في الوفاء. سبب ذلك أن امرأ القيس لما أراد أن يرد ويسترد ملك أبيه ذهب إلى قيصر، فأخذ سلاحه وجعله وديعة عند السموأل. وكان السموأل يومئذ يقطن في تيماء، ولديه حصن منيع يعرف بالأبلق. ثم إن امرأ القيس هلك بعد أن سمه قيصر، فلما علم ملوك كندا بالأمر وفدوا برجالهم بأسلحتهم بجيشهم على السموأل يطلبون منه ما أودعه امرؤ القيس عنده، لكنه أبى. فلما أبى حصن نفسه في حصنه المنيع، وحال الحصن بينه وبين ملوك كندا أن يدخلوا عليه. وهم على تلك الحال إذا بابن للسموأل كان غائبا يريد أن يدخل الحصن، ففطن له جيش كندا فأخذوه وجعلوه أسيرا عندهم، وأخذوا يخاطبون السموأل وهو في قصره، وخيروه بين أمرين: إما أن يعطيهم أسلحة امرئ القيس ودروعه وسيوفه، وإما أن يقتلوا ابنه. فمكث قليلا ثم أخبرهم أنه لن يرد لهم شيئا مما أودع عنده، فقتل ابنه وذبح وهو ينظر من أعلى القصر من أعلى الحصن المنيع، كل ذلك حفاظا على تلك الوديعة. فضربت به العرب المثل في الوفاء، وقد خلد الشعر ذلك. وممن تصدى لهذا الأعشى أعشى قيس المشهور المعروف بصناجة العرب، فقال في رأية له نختار منها بيتين: فقال ثكل وغدر أنت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختاري، فشك غير قليل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري. فانظر القدرة في سبك اللفظ والمعنى سويا في قدرة الأعشى. فقال، يتكلم عن خطاب الكندي لامرئ القيس: ثكل وغدر أنت بينهما، أي خيره بين أمرين: إما أن يفقد ولده، وإما أن يغدر بمن استأمنه. فقال ثكل وغدر أنت بينهما، فاختر. ثم قال الأعشى معقبا: وما فيهما حظ لمختاري، أي البعض يخيرك بين أشياء بين شيئين، أيا ما اخترت منهما ليس له فيك ليس لك فيهما حظ، فهي هلاك بالنسبة لك. فلو قدر أن هذا السموأل اختار أن يردها لوصف بالغدر، ولما اختار أن لا يردها قتل ابنه، فهو في الحالتين مغلوب. فاختر وما فيهما حظ لمختاري، فشك غير قليل. هذه قالها الأعشى أدبا، أي أن السموأل تريث قليلا في جوابه، فشك غير قليل. ثم قال كما قال الأعشى في بيته: اقتل أسيرك إني مانع جاري، أي افعل ما بدا لك، اقتل أسيرك الذي هو ابني، لأنني قررت أن أحفظ وأمنع من استجار بي وأودعني سلاحه. فضربت العرب المثل بالسموأل في وفاء، وحق له ذلك. هذه وديعة في الحديث عنها تاريخيا. لبيد بن ربيعة ممن خلد لفظ الودائع في شعره لما قتل أخوه، قال: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هو الآن يوطن نفسه، يوطن من يسمعه، إن فقدوا أحدا من أحبابهم من أقاربهم من أبنائهم من خلانهم، على أنهم أن يعلموا
أن من حولك هم ودائع، وما داموا ودائع لا بد يوما أن يردوا أن يعادوا. وقد ذكر في أبيات أخر من نفس القصيدة قال: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع. مع أن المقولة في هذه الأبيات لا يستحق ذلك، وهو أربد الذي عاند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقتبس من الأبيات ما ينفعنا وندع ما لا ينفعنا. لعل شوقي رحمه الله أخذ هذا المعنى من قوله، في قوله لما ذكر أمه وقد دفنت بحلوان من أرض مصر: كنز بحلوان عند الله نطلبه، خير الودائع من خير المؤدين. يغلب على ظني أن شوقي رحمه الله أخذ ذلك. كذلك إذا ذكرت الودائع والوديعة وودع وفارق، يتذكر الإنسان أدبيا ابن زريق البغدادي: استودع الله في بغداد لي قمر، بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني، صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى، وأدمعي مستهلات وأدمعه. والقصيدة فيها من الرقة والحنين إلى الأهل ومعرفة حق الزوجة وألم الفراق ما فيها، وقد مات بعدها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو القائل بيته الشهير: موكل بفضاء الله يذرعه، ما آب من سفر إلا إلى سفر موكل بفضاء الله يذرعه. هذا لفظ الودائع أيها المبارك في التاريخ في الأدب. نأتي الآن عند لفظ الودائع في معاملات الفقهاء وفيما يتعلق بعصرنا هذا خاصة، سنأتي على بعض المسائل. لو قدر أن إنسانا أودع أحد الناس وديعة من مال، أعطاه مالا إلى أجل غير مسمى على أنه وديعة، قال مثلا: أنا مسافر، أو أنا في عمل، أو أنا في شغل، أو أنا لا أقدر أن أحافظ على هذا المال، فخذ هذه 100,000 ريال وديعة عندك. فقبل هذا الذي أودعت عنده، قبل هذا المال، وهذا الذي أودع المال ذهب وانصرف في حاله. ثم بدأ لمن أودع المال عنده أن يستثمره، لاحت له سنحة تجارية فأراد أن يستثمر المال فاستثمره. فلو قدر أنه وفق وحصل على ربح، لو فرضنا أن هذه 100,000 درت عليه 100,000 أخرى، ثم بعد حين جاء صاحب المال وطالب المال، طلبه الوديعة، وهذا أمين رد الوديعة إليه، بقينا في 100,000 التي كانت ربحا من جراء تلك الوديعة، ما حالها ما شأنها؟ بعض الفقهاء يقول يردها بأكملها إلى صاحبها وليس له منها شيء. لما؟ قال: لأن هذا الربح متولد من ذلك المال، وذلك المال له صاحب ولم يستأذن، وليس الأمر شراكة بينهما. هذه حال. آخرون يقولون إن هذا الربح له كله. لما هذا الربح كله له؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ بمعنى من يغرم يغنم. فهو لو قدر أن تلك الوديعة تلفت ضاعت، فهو سيغرمها إن كان قد فرط فيها، إن كان قد فرط، وإلا إن لم يفرط فإنه لا يضمنها، لكنه لو فرط يضمنها. فأخذوا من حديث الخراج بالضمان ما يفيد أنه ليس لصاحب المال الذي أودع شيء من الربح. آخرون توسطوا في الأمر، وهذا لعله أعدل الأقوال، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يعطيه نصف الربح، وهو أن يعطيه نصف الربح، وهذا عندي والعلم عند الله أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب، أدنى إلى أن يكون إنصافا بينهما. هذه حالة تقع في زماننا هذا. مما يقع في زماننا هذا أن بعضا ممن له علاقة بحياة الناس فتودع عنده أشياء، مثل من الغسال، مثل من يصلح للناس ساعاتهم، مثل من يصلح للناس أجهزتهم الكهربائية. فيوجد فئام من الناس يودع ثيابا، يودع ساعة، يودع شيئا من الأشياء الفنية عند صاحب العمل، عند الفني الذي يحسن صنع هذا، ثم لا يعود إليها، يتركها. لو فرضنا أن أحدهم أتى بساعة غالية الثمن إلى رجل يصلح الساعات وأعطاه الساعة، فإن المتعارف عليه أنه يعود إلى أن يأخذها غدا بعد غد بعد 3 أيام،
فلو فرضنا أنها بقيت سنة عندها ذلك الذي يصلح الساعات، والساعة يمكن حفظها لأنها يسيرة، لكن لو فرضنا أن هذا جهازا كاملا غسالة أو ثلاجة أو غير ذلك، فإن بقاءها في المكان سيضر صاحب المكان، لأنه أين سيضعها؟ هي قد أصلحت ولا بد أن يعود صاحبها إليها، لكن صاحبها فرط لا يريد أن يعود، وحاول ذلك الذي يقوم على الأمر أن يصل إليه فما استطاع، بمعنى أنه لا يجيبه إذا اتصل به ولا يتردد عليه ولا يسأله عنها. فما الذي يصبح حكم هذه الوديعة؟ هل تأخذ حكم الوديعة؟ ما الذي يترتب على هذا العمل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الذي يظهر أنه إن طالت المدة وعجز أن يصل إلى صاحبها له أن يتصرف فيها، فيعطيها إلى من ينتفع بها، يعطيها من ينتفع بها، لأن إتلافها ضرر والله لا يحب الفساد، وكذلك أنها تبقى في مكانه على حاله تلك، لا هو بالذي استفاد منها وقد أضاقت عليه متجره ومكانه ومحله، ذلك ضرر أكبر. فصوابه في مثل هذه الحال أن تعطى لمن يغلب على الظن أن ينتفع بها من فقراء المسلمين، وسواء كانت صدقة أو لم تكن صدقة، وليس لصاحبها حق إذا عاد بعد وقت دل العرف على أنه لا ينظر إليه بمثل هذه الأحوال. وبعض المحال يحتطون بأمرهم فيكتبون أن المحل غير مسؤول عن تلك الوديعة إذا مضى كذا، ويحددون موعدا، يقولون بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد أقل أو أكثر بحسب ما تقتضيه الحالة. ومثل هذا الحال ومثل هذا التصرف من صاحب المتجر به تبرأ الذمة قطعا، تبرأ به الذمة، لأن الأصل أن ذلك الذي أعطى لم يعطيها في أصل الأمر وديعة، وإنما أعطاه إياها ليصلحها. والغالب على الظن أنه ينبغي أن يكون حريصا على حاجته، حريصا على مصلحة نفسه، لا أن يعرض أخاه لقضايا هو في غنى عنها. فهذا ما يتعلق ببعض المسائل الفقهية في زماننا اليوم في ما يعرف بالودايع. متى يضمن من ودع عنده وديعة إذا تلفت؟ ينظر هل حفظها فيما يحفظ مثله، فإن غلب على الظن دلت القرائن والبراهين على أنه حفظها فيما تحفظ مثلها من الودائع فلا ضمان عليه، وما على المحسنين من سبيل. لكنه إن فرط فحفظها في غير ما تحفظ به عادة، وغلب على الظن ودلت براهين الأمر وأحواله على أنه فرط فيها، فهذا يضمنها باتفاق الفقهاء، يضمنها باتفاق الفقهاء. هذا ما يتعلق بالودائع التي نتعامل بها نحن في الدنيا. بقي أن ينظر الإنسان في حاله في تعامله مع الله، وخير الودائع عند الله أعمال صالحة ترجو أن تلقاها يوم أن تلقى الله. والحديث النبوي تدل على أن أكثر ذلك وأغلبه ما يأتي في باب الصدقات والحديث، فيربيها الله له كما يربي أحدكم فلوة الصغار من الأحصنة، فإن الإنسان يتعاهد فلوه حتى يكبر. فالعبد عندما يضع الصدقة في يد مسكين، في يد فقير، في يد محتاج، في يد سائل، ويبتغي بتلك الصدقة وجه الله ويحاول ما أمكن أن يخفيها، فهو قد ينساها لكنها تبقى له كنزا ذخرا وديعة عند الله عز وجل. ومن ذلك الصلوات، الصيام، الحج، العمرة، كل هذه أعمال صالحة تستودع في كتاب، ثم يجده الإنسان يوم القيامة فيقول الموفق جعلني الله وإياكم من أهل ذلك الموقف، من يقول ها أمقرأ كتابي. ما الذي في كتابه؟ تلك الودائع من الأعمال الصالحة التي كان قد قام بها في الدنيا، وودعت حفظت ولم يضيعها الله. وعلى الضد من ذلك أولئك الذين عياذا بالله لا يبالون أي معصية يأتون ولا أي فاحشة يقترفون، ويظنون أن الأمر ينسى كما نسوه، قال الله عز وجل عنهم أحصاه الله ونسوه. هذا والعياذ بالله وبال عظيم على صاحبه. هذا ما يمكن أن يقال أيها المبارك عن الودائع أدبيا وتاريخيا وإيمانيا وفقهيا. وما زال الناس يأمن بعضهم بعضا
لكن من حيث المال كما تعلم فإن نشوء ما يعرف بالبنوك سواء كان منها ما يتعامل بالتعامل التقليدي أو التعامل الإسلامي أصبح الناس يأتمنونه على أموالهم، فقلما اليوم من يودع مالا نقديا ورقيا عند أحد، لكن تبقى الودائع الأخرى التي يأتي على الإنسان ضرورة سفر فيودعها عند أخيه مما يغلب على ظنه أو مما تعارف الناس على أنه لا يودع إلا في البيوت والمنازل، فحق على من قبل تلك الودائع أن يحفظها وأن يتقي الله عز وجل في من أودعها عنده، وحرص المؤمن على أن يكون سمحا مع أخيه قائما بأمره متلطفا معه من دلائل كمال خلقه وحسن مقصده وكمال سريرته. هذا ما تيسر أيها المباركون إراده وتهيأ إعداده في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم ونمارق مصفوفة، وقد كان عنوان هذا اللقاء الودائع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.